يستقبل مكتبنا عن طريق قسم الإعلام والعلاقات من خلال الخط الساخن للقسم، إضافة إلى استعلامات وزارة الدفاع، حيث هناك موظفين متخصصين بهذا الجانب. يتم استقبال الشكاوى الواردة إليهم، حيث يقوم السيد الأمين العام لوزارة الدفاع المحترم باستقبالهم من خلال المقابلات الأسبوعية المستمرة، إضافة إلى مقابلات استثنائية لسيادته وحسب الصلاحيات المخولة له قانونا. أن الموظف المدني من سكنة الديالة أداهم بالرطبة. اليوم كان لنا لقاء مع السيد الأمين العام المحترم، وبسبب كوني من ذوي الشهداء طرحت مشكلتي، وأعز السيد الأمين العام مشكورا بتذليل الصعوبات وحلها، تم نقلي إلى محل سكناي في محافظة الديالة. قبل ذاك الأسبوع يوم الأربعاء قدم الطلب مقابلة السيد الأمين العام، رفع الطلب فقالوا احنا نخابرك، وسلمت الطلب بالاستعلامات قالوا احنا نخابرك. البارحة وانا نازل من الدوام خابروني قال عندك باكر عندك مقابلة ويا السيد الأمين العام، تقبلونا بكل رحابة الصدر، وما يعني ما عنده شا يعني الآن بالنسبة لي قال احنا اني عندي صلاحية، وان شاء الله 3 أشهر بدد لي، والحمد لله والشكر.